بداية حلوة مع النادي الأهلي طبعا، الأول قبل ما كان عايز أعزي أسرة النادي الأهلي وأسرة الكرة المصرية والفلسطينية في الراحل كابتن فؤاد أبو غيدة. يعني الحقيقة هو كان من المدافعين الكبار جدا اللي كان دائم تسجيل الأهداف كمان بضربات الرأس، وجزء من تاريخ النادي الأهلي فترة كان فيها بطولات برضو مع جيل العظيم ربنا يرحمه، وبنعزي عائلة الكرة في النادي الأهلي وفي الكرة الفلسطينية كمان ربنا يرحمه.